في هذه العشر المباركة، وودعوا ضيفكم الغالي الذي استقبلتموه بالأمس القريب، ودعوه بالعبادات والطاعات والمحافظة على ما بنيتموه من أعمال صالحة في هذا الشهر المبارك من محافظة على الصلوات الخمس في وقتها وصلاة التراويح، والآن تعيشون القيام وتعيشون الليالي المباركة. ليلة القدر خير من ألف شهر. أيقظوا أولادكم للصلاة والقيام في هذه العشر المباركة، وحثوهم على قراءة القرآن، وابعدوهم عما يصدهم، خصوصا تلك الأجهزة الذكية التي أشغلت الصغير والكبير والذكر والأنثى، بل أن بعضهم يستيقظ من منامه لأجل أن يتابع تلك الأجهزة الذكية. فإياك يا عبد الله أن يخطف قلبك هذا الجهاز الجوال ويشغلك عن ليلة القدر وعن العبادات والقربات، فعند ذلك تقول: يا ليتني قدمت لحياتي. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، وأن تغفر له ذنبه، وأن تقبل دعاءه وصيامه وقيامه يا أرحم الراحمين. ونسألك يا ربنا أن تحفظنا وتحفظ رجالنا ونساءنا وأولادنا وبلادنا وولاة أمورنا وعلمائنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين.